السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة Structural Analysis and Design of Building Advanced Level، المحاضرة رقم 4، ودي هتكون أول حلقة في تصميم مبنى 25 دور مبنى سكني. أول حاجة هنبدأ زي ما احنا اتعودنا بالظبط، إن احنا عندنا مرحلة البري موديلينج، وقلنا المرحلة دي هي بتشمل Design Criteria و دراسة المبنى، نطلع الكونكريت دايمنشن بليمنري، واطلع كل الداتا واللودنج بلان وكل الداتا اللي انا ابدا اشتغل من خلالها على الموديل. عندنا مبنى 25 دور، مبنى سكني. المبنى ده البيلدينج داتا بتاعتنا، سواء هو زي ما قلنا مبنى سكني البيس كوند سبيد الفي 50 90 ميل بير اور، والسايزميك ديزاين داتا عند الاس اس 0.44 جي، والاس 1.094 جي، والسايت كلاس دي. هنبدا دلوقتي نشوف اللوحات المعماريه بتاعه المشروع، ونشوف السيستم هنحطه ازاي. عندنا المبنى، عندنا ده مبنى، ده دور البيزمنت بتاعنا، وده دور الجراوند، وده دور البوديوم، وده دور اللي هو بداية السكني ونهاية البوديوم، يعني دي نسميه روف جاردن، ممكن يبقى فيها زرع او كده برضو في المنطقة دي. وعندنا بعد كده ده الدور المتكرر بتاعنا، وده سيكشن في المبنى. لو احنا نيجي نشوف دلوقتي عاوزين نحط مثلا الأعمدة او الحوائط الخرسانية، هنلاقي ده الكور، ده منطقة الخدمات، ده السلالم، وده أسانسيرات، ودي مخازن، ودي برضو مخازن. أنا قافل بس اللير بتاعت المعمار شوية، ماشي. وهنا دي جزء بتاع التاور اللي طالع معانا. لو لاحظنا هنا، لو احنا جينا مثلا في الدور التيبيكال مثلا، هنلاقي الأعمدة بتاعتنا دي، هل أنا ممكن كنت أحط الحوائط دي، خليني بس نحطها أعمدة بدل ما هي حوائط، بس كان المعماري مش قبلها وما كانش هتبقى مفيدة. ليه؟ لأن لو هفترض مثلا إن العمود ده بقى مثلا بالشكل ده كده، هتلاقي إن العمود خد مساحة من الغرفة كبيرة، وما المعماري ما يحبهاش. دي حاجة. الحاجة التانية برضو، احنا بالنسبة لنا كنقطة من النقطة الإنشائية، لو انا قست الكلير الديستانس من هنا لحد الكورة اللي هي مثلا 11 متر او ممكن توصل 12 متر، فهتخلي السيكنس بتاع البلاطات كبير، عكس مثلا ما انا احطها حيطة كده بالشكل ده كده. اولا كمعماريا هتبقى افضل، لان ما خدش مثلا حته توصل 30 سنتي 40 سنتي بكتيره، فبالتالي ممكن هنا المسافه الصغيره دي يعملها دبل وول، وفي الحاله دي ما فيش اي ركب في قلب الاوضه او في قلب الغرف بتاعته. الحاجه التانية برضو، ان انا لو بصيت على الكلير سبان بتاعنا اللي انا هحدد، هنلاقي مثلا انا عندي اصبح بنتكلم في 8 متر، والهوريزونتال هتلاقي مرضك في حدود 8 متر، فبالتالي اصبحت السكنس اللي هيطلع او بتاع البلاطات هتلاقي اقل بكتير من لو انا عملت عمود بالشكل اللي احنا قلنا عليه، يعني بالشكل ده كده. يعني دي بالنسبة للتيبيكال. يبقى الافضل ان انا احط عمود هنا، وزي ما قلنا خالص في المباني السكنية يفضل فيها تعمل حوائط غير الاعمدة. يعني مثلا المبنى ده لو اداري مثلا، ممكن يفتح الاتنين يونت دول على بعض، هيبقى مشكلة، كان العمود بالنسبة له احسن له. طيب ده لو التيبيكال، فاحنا شايفين كده تقريبا الاعمدة ماشية او الحوائط ماشية كويس جدا في خلال الحوائط الشيرول، يعني ماشية في قلب الحوائط المباني، ما فيش فيها مشكلة بالنسبة للتيبيكال، بل ده افضل. لو نزلنا في الدور اللي تحتيه هنلاقي ده برضو ده بداية السكني، فما فيش منه مشكلة خالص. نيجي هنا على البوديوم، والبوديوم والبيزمنت تقريبا نفس الكيس، هي كلها مواقف. فبالتالي لو انا شايف هنا مثلا المسافة بتاعت الباركنج، لو انا جيت مثلا سايب لي هنا مسافة 70 سنتي، لو انا قلت لا انا هاخد عمود مربع مثلا وليكن او عمود كبير، هتلاقي العمود ضرب له هنا في الباركنج ضايع مواقف كتير. خلي بالك ان لو في موقف ضاع هنا، ادي هنا موقفين، في مثلا في عندنا في المبنى هنا عندنا 4 بوديوم و2 بيزمنت، فبالتالي في 6 ادوار، فبالتالي هنا في 2،
شوف بقى كم موقف هيضيع هنا، كم موقف هيضيع، فهتلاقي ان موضوع المواقف هنا بالنسبه للمعمار هيفوضها تماما ان احنا نشتغل هنا اعمده. فكان من الافضل ان انت تشتغل حوائط، حتى يعني دي الابعاد المبدئيه للحيطان، وارد ان الحيطان ايه الطول بتاعها يزيد، فممكن هنا مفيش مشكله بالنسبه للتيبيكال حتى لو زاد، وفي نفس الوقت هنا برضو بالنسبه للمواقف حتى لو زاد هنا او زاد هنا مفيش منه مشاكل خالص. حتى الجراوند برضو هنا دي محلات، على عكس مثلا لو انا عملت عمود ده مربع هتلاقيه هنا ده المدخل، ده هي المدخل. فالافضل ان احنا نكون في الحوائط زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. يعني ده كان مثلا حل، مثلا كنا ايه قلنا لو حطينا عمود هنا جايز العمود هنا ينفع يمشي كويس، بس لو جينا مثلا العمود ده نقلناه فوق مثلا بالشكل ده كده مثلا في التبيكال هنلاقيه هنا كده، فبالتالي هتلاقي شايف العمود هنا بقى ركبة في الغرفة وضيقها جدا عكس الايه الحيطة الخرسانية بتاعتنا. المبنى زي ما احنا شايفين ده سيكشن او اليفيجن ليه تقريبا، بنتكلم مبنى قد 2 بيزمنت وخمس دور متكرر اللي هو دول مواقف، والدور الارضي ده محلات، والتاني والتالت والرابع والخامس ده من بوديوم، وبعد كده يبدأ الايه السكن 20 دور. يعني المبنى عندنا هنا 25 دور و2 بيزمنت معانا. طيب احنا كده تقريبا شفنا المبنى واتعرفنا عليه، وتقريبا اللوكيشن بتاع الحوائط مدروس كويس، بلس كمان ان احنا اختيار الحوائط طبعا كسيستم انشائي مريح، هيبقى افضل كمعماريا وكانشائيا برضو، لان هيقلل لي هنا الديفليكشن وسمك البلاطة اللي انا ايه هتشتغل معايا او هنختارها معانا يعني. طيب دي كده عرفنا شكل المبنى. طيب لو رحنا تاني، لو رح نرجع بقى للمبنى، هنقول اول حاجه زي ما احنا قلنا عندنا، زي ما احنا قلنا كده ان انا عندي ده البيلدينج داتا بتاعتي السايزميك والويند، ونيجي بقى نشتغل على الايه، وعرفنا طبعا ان هو مبنى سكني، هنبدا نشوف ايه الكود اللي انا هستخدمها. فطبعا الكودز اللي احنا هنستخدمها عباره عن اي سي اي 318 سنه 2014 و اي سي سي 10 و 17 والاي بي سي 2012. نيجي بقى نشوف احمال الديد لود. طبعا احنا عندنا احمال الديد زي ما احنا الديد لود زي ما احنا عارفين هتبقى الاون ويت اللي هو الاون ويت بتاع المنشأ نفسه، والسوبر امبوز ديد لود دي بتشمل الفينيشنج والسي ام يو والارش اليمنت، اي جزء معماري في المبنى. طيب ده الجدول اللي احنا مستخدمينه دايما، هتلاقي بتاع الاحمال يعني ده اليونت ويت بتاع بعض المباني زي الخرسانة المسلحة 25، الخرسانة العادية 20، السويل 18، البكف البلوك وول هتساوي 12 كيلو متر متر مكعب. وهنا طبعا في نقطة ان احنا البلاستر لكل وجه بنحط 0.25 كيلو متر على متر مسطح، وعندنا لو في موفابل بارتيشن ولا حاجة ممكن ما تلاقيش هنا في السكنة، بس انا عندي الارصفة في البدروم والكلام ده كلته تقريبا برضو بتعادل اللي ممكن اعتبرها زي موفابل بارتيشن اللي هي بتساوي 10 كيلو، قصدي 1 كيلو متر على متر المسطح. طيب هنيجي نشوف البيسمنت. اول حاجة البيسمنت والبوديوم احنا كاتبينهم مع بعض لان هما الاتنين مواقف، باستثناء ان انا في البوديوم عندي البريمتر فيه حوائط، اما البيزمنت البريمتر هو ايه حوائط خرسانية سنده طيب عشان ده بيزمنت طبعا. طيب هنلاقي هنا بيقول لك ان انا عندي السوبر امبوز ديد لود كاتبينه 1.775، يعني خدنا هنا 2 كيلو متر على متر مسطح، وده عباره السكريد، لان هو طبعا الفينشنج هنا بتاع البيزمنت غالبا بيكون ايبوكسي، بس الايبوكسي نفسها الخرسانه ما بتظبطش، فبيجوا الناس في التنفيذ بيعمل سكريد 5 سنتي ويبقى وعشان يقدر يحط عليها الايبوكسي. يبقى انا عندي اللي هي قيمتها كام 1.25، وعندي 50 كيلو اللي هو السيلينج والميكانيكال يوتيليتيز، يبقى اصبح السوبر امبوز دوت لود 1.75، يعني اتخذناها 2 كيلو نيوتن على المتر المسطح. طيب دي نيجي على الوول، الوول لود طبعا في الجراج اريا اعتبرنا ان في موفابل بارتيشن، مش موفابل بارتيشن يعني ايه بنتكلم ممكن يعمل مبنى، يعمل غرفة صغيرة، يبني حيطة عندنا، يبني حائط مثلا، عندي الارصفة مثلا، دي كلها اوزان، فبناخدها بنعتبرها يعني هنا كده. هنلاقي ممكن يبقى احيانا يبقى في غرفة هنا، دي ارصفة ممكن تتحط،
الكلام ده كله. فبالتالي بناخد مثلا اقل حاجه 100 كيلو على المتر المسطح، او اللي هي الايه 1 كيلو متر على المتر المسطح. طيب نيجي على السوبر امبوزد لود بقى، دي احنا بنتكلم دي على منطقه الجراش اريا. عندي منطقه السيرفيس اريا. ايه هي منطقه السيرفيس اريا؟ لو فتحنا كده تاني رجعنا على الدروينج هنلاقي المنطقه بتاعه الخدمات اللي هي مخازن وغرف حوالين منطقه الكور كده. فهنلاقي الاريا دي فيها حوائط كتير، والفينش كمان اعلى، لان هنا الفينش بتاع عادي 10 سم زي بقيه الادوار، وبقى فيه هنا ستيب بقى بيطلع فرق من هنا لهنا فرق 15 سم. فبالتالي هنا بنعتبر ان ده فينش عادي خالص. فعشان كده هنلاقي السيرفيس اريا بتاعتنا هتلاقي حاطين 250 كيلو نيوتن على المتر المسطح، اللي هي طبعا حفظناها بقى 2 كيلو نيوتن على المتر المسطح فينش زائد 50 او نص قصدي كيلو نيوتن على المتر المسطح. ده ايه؟ الميكانيكال والالكتريكال يوتيليتيز. طيب عندنا السيرفيس وول قلنا طبعا اللي احنا شفناها، عندنا في يونيفورم لود اللي احنا حسبناها طلعت حوالي 250 كيلو نيوتن على المتر المسطح. الحوائط لما تجمع الحوائط وتقسم على الايريا عندنا ده داخلي. عندنا بقى في حالة البوديوم زي ما احنا قلنا في اكسترنال وول، لان في البيسمنت في الحوائط الخرسانية، اما فوق في البوديوم، في عندي تيبيكال عندي السي ام يو. فبالتالي لو حسبنا الحمل بتاعها زي ما احنا حسبناها قبل كده، وطبعا ادي الحسبة موجودة، وايه هعمل ان شاء الله اتاتش للبي دي اف بتاع الحلقة دي. فطلعت حسبناها طلعت 10 كيلو نيوتن على المتر الطولي. يبقى احنا كده طلعنا الديد لود بالنسبة للبيسمنت والنسبة للبوديوم. هنيجي على الجراوند فلور. احنا طبعا عندنا منطقة المحلات ومنطقة الجراشات برضو، يعني هنذكركم تاني كده هنلاقي مثلا ادي ال ال سوري ادي ايه التوكيل. لو بصينا كده على الجراوند هنلاقي ان انا عندي الاريا دي كلها هي محلات ماشي، والاريا دي اللي هي الحرف ال دي اللي هي دي المواقف. طيب يبقى احنا كده هنيجي نحسب الريتيل، هنلاقي السوبر امبوز دود لود اللي هي 250 كيلو نيوتن على المتر المسطح، وحسبناها بقى خلاص بتيجي منين. وعندي الول لود لما نجمع الاحمال بتاعة الحوائط ونقسمها على المسطح يدينا 200 او 2 كيلو نيوتن على المتر المسطح. وعندي نايل لود اللي هو بيبقى فوق الريتيننج وول، لان عندي الريتيننج وول خلاص وقفت عند منسوب الجراوند. ودي طبعا الحسبه بتاعه السي ام يو وول لود زي ما احنا شايفين. وفي الاخر هنلاقي الاكسترنال لاين لود بيساوي 12 كيلو نيوتن على المتر الطولي. طيب هنروح لمنطقه الجراج او المواقف يعني الباركينج، هنلاقي السوبر امبوز دود لود زي ما احنا حسبنا اللي هي كان طالع 1.75 وحطيناها 2 كيلو متر على المتر المسطح عشان فيها السكريد. وعندي الوول لود انترنال حطينا احنا مسمينها انترنال بارتيشن لود، اللي هي يعني ايه الارصفه واي مبنى او اي حيطه تنضاف بسيطه كده. قلنا المسطح تقريبا قلنا الحمل تقريبا هيدي 1 كيلو متر على المتر المسطح. طيب نيجي على التيبيكال فلور، هنلاقي ان انا عندي ادي التيبيكال فلور السوبر امبوزد لود طبعا زي ما احنا خلاص تقريبا حفظناها 200 كيلو فينش او سوري 2 كيلو متر على متر مسطح فينش زائد نص سيلينج وميكانيكال يوتيليتيز. هنلاقي الوول لود الانترنال خلاص حسبناها طلعت 350 كيلو او 3.5 كيلو متر على متر مسطح. ادي الحسبه بالظبط بتاعتها، لا ادي سميشن الوول اللي هو ال 200 مللي اللي هي اللي بيفصل بين الوحدات، وال 10 مللي اللي بيفصل اللي هو بيسكل الغرف والحمامات والمطابخ. وحسبنا جبنا سميشن الاطوال بتاعتهم وسميشن الوزن، وقسمناها على الاريا تطلع حوالي 3.5 كيلو متر على المتر المسطح اهيت. وعندنا اكسترنال وولود حسبناها برضو زي ما احنا شايفين طلعت 9.84 فخدناها 10 كيلو متر على المتر الطولي. طيب نيجي على الروف جاردن. ايه الروف جاردن؟ زي ما احنا قلنا لو احنا رجعنا تاني كده هنلاقي ادي الاوتوكاد، هنلاقي زي ما انت كده بس يمكن انا مش جايب يعني انا بحاول برضو في المعماري ما يظهرش يعني اللي ده يعني انا عامله كوبي بيست وشلت منه حاجات. هنلاقي ان المنطقه دي يعني المنطقه بالظبط دي كده لو احنا قربناها كده بالتقريب مثلا دي قلنا كده مثلا هنلاقي سوري المنطقه اللي هي بره التاور دي، المنطقه دي هتبقى فيها زرع وفيها زي
زي ما نقول كده ايه، ممكن زي تراس كده، او ممكن في انشطة او حاجة زي كده. فهنا في زرع وفي لايف لود عالي، يعني اذا نعتبرها حديقة يعني. فبالتالي اللايف لود اللي حسبنا ان عندنا 60 سنتي فيل، شاملة بقى الايه الاي ديد لود والكلام ده كلها عليها، فحسبناها طلعت 12.5 كيلو نيوتن على المتر المسطح. ازاي؟ طبعا دي زائد الميكانيكال والالكتريكال يوتيليتيز، دي حاجة. الوول لود اللي هو البريمتر الخارجي اللي هي البرامت بتاعها والفحم متر ونص، فطلع 4.5 كيلو نيوتن على المتر الطولي. ده بالنسبة للروف جاردن. نيجي على الروف خالص السطح، فنفس السوبر امبوزد لود 300 كيلو، اللي احنا قلنا هنا 3 كيلو فينيشنج زائد 5 سكريد، لان طبعا احنا هنا في الفينيشنج بنحط الايه، في بقى اذا كان الزلط اللي بيتحط او العزل او وات ايفر، احنا حسبناها في الاكزامبل الاولاني اللي هو 10 ادوار، وبرضو كنا بنكتبها بالتفصيل برضو. وعندي اللي برابت ارتفاعها متر ونص، فادتني 4.5 كيلو نيوتن على المتر الطول. نيجي على اللايف لود، هنلاقي ادي اللايف لود بتاعنا حسب التيبل 4.1 ACC 17، هنلاقي عندنا البيسمنت اند البوديوم فلور، قلنا جراج في خدناها اللايف لود 2.5. طبعا هي مكتوبة للكود 2، بس احنا هنا نتيجة ان حركة السيارات وان ممكن السيارات تكون كبيرة شوية، خاصة احنا بنتكلم في المنطقة العربية، العربيات بتبقى كبيرة الى حد ما، ممكن ناخدها 2.5 كيلو نيوتن على المتر المسطح. والكوريدور اللي احنا قلنا اللي هي المنطقة اللي احنا شفناها اللي هي دي، تاني نشوفها برضو، اللي هي المنطقة اللي هي دي اللي هي الخدمية اللي حوالين الكوار دي، ممكن تكون مخازن اي شيء واتيفر، فاللايف لود بيكون عالي شوية، فخدنا 5 كيلو نيوتن على متر مسطح. عندي الجراوند فور منطقة الريتيل 5 معروفة، وقلنا الجراج هناخد اللايف لود بتاعه 2.5 كيلو متر على متر مسطح. التيبيكال فلور خلاص البرايفت روم 2 كيلو متر على متر مسطح، والكوريدور اللايف لود 5 كيلو نيوتن على المتر المسطح. نيجي بالنسبة للروف جاردن، هنا طبعا الروف جاردن زي ما احنا قلنا هتبقى منطقة زي بابليك شوية، فبالتالي هتلاقي اللايف لود بتاعنا هتبقى 5 كيلو متر على متر مسطح. وال ده الروف، ده الروف جاردن. والروف العادي اللي هو التيبيكال خلاص بناخده اشبه ما زي التيبيكال فلور، طالما هو اكسس في فلور يعني. طيب احنا بعد ما خلصنا زي ما اتفقنا، بعد ما نخلص الاحمال بنحط الاحمال وهنعرف كل منطقه فين بالظبط، فبنبدا نحط نعمل لودنج بلان على اساس يبقى انا عندي كل حاجه دي مظبوطه واتراجعت وانضافت على بلان، فانا شايف النتيجه. لو انا ماجي اعمل موديل ايتابس مثلا هلاقي عندي بلان. وعلى فكره الكلام ده بينفع حتى بينطرف لو انت بتصمم بوست تنشن او مبنى او في استشاري بيراجع وراك، فبيطلب منك يقول لك انا عاوز اللودنج بلان فين عشان يعرف الاحمال بالظبط، فين الاحمال اللي انت حاططها. في بنتكلم احنا البيزمنت فلور، فعندنا الاريا دي اللي احنا شايفينها مقسمينها اهيت بالظبط، ادي هنا دي المنطقه دي اللي هي قلنا بقى اللايف السوبر امبوزد لود 2.5، والوول 2.5، واللايف لود 5، وطبعا الخارجي زي ما قلنا اللايف لود بكام؟ باتنين، ب2.5 سوري، اللي هي زيها زي البوديو زي هنا بالظبط، بيبقى 2 كيلو نيوتن على متر مسطح. يعني هنا بالنسبة للاريا بتاعت الجراشات هتلاقي نفس الاحمال بالظبط اهي بتاعت الجراشات، اللي هي سوبر امبوزد ديد لود 2، الوول لود 100 قصدي 1 كيلو نيوتن، واللايف لود 250. هنا الريتيل 500، السوبر امبوزد ديد لود 2.5، والوول هنا لما حسبناها 2 اللي احنا كتبناها ازاي وحسبناها بالتفصيل، واللايف لود 5، وفي اللاين لود على الحيطان هنا محسوب اللي هو كام مقداره 12 كيلو نيوتن على المتر المسطح. طيب نيجي على البوديوم، البوديوم بالظبط زي البيسمنت، بس اختلف ان في اكسترنال لاين لود اللي هو مقداره 10 كيلو نيوتن على المتر الطولي. نيجي على الروف جاردن زي ما احنا شايفين كده، احنا عندنا دي هناخدها بالظبط بالظبط زي التيبيكال بالاحمال اللاين لود الايدج بكل شيء بالظبط. فبالتالي هنا الاحمال اللي هنا اللي هي السكنيه البرايفت روم او السوبر امبوزد لود للبرايفت، فتلاقي روم برايفت روم يعني، فهتلاقي السوبر امبوزد ديد لود 2.5، عندي الاحمال ده الاحمال حوالي 3.5 كيلو، وعندي اللايف لود 2،
عندي اللي في المنطقة اللي فيها خدمية شوية، فبلوك سوبر امبوزد ديد لود 2 برضو ونص، واللايف والوول 3.5، واللايف لود هنا 5، وعندي الروف جاردن هنا واخد اللي هي النقطة دي، فانا واخد الايه السوبر امبوزد ديد لود ب12.5، واللايف لود ب5. هنا الاكسترنال وول لود زي ما قلنا، هنا في الايدج اهوت طالع 10، وهنا طالع 4.5 اللي هو البرابت لاين لود. عندي تيبيكال فلور زي هنا برضو، هو السوبر امبوزد لود 2.5، والوول لود 3.5، واللايف لود 2. وهنا المنطقة ديت عبارة عن، او نسميها مثلا المنطقة البابليك شوية، او منطقة السلالم والطرقات، بناخدها اللايف لود ب5، والايه وادي الوول لود 350، وادي الايه السوبر امبوزد لود 2.5، وعندي الاكسترنال وول طالع 10 كيلو نيوتن على المتر الطولي. وادي الروف، ده الروف بتاعنا برضو، هتلاقي الحوائط هنا بعد صفر، واللايف لود ب 200 او ب 2 كيلو نيوتن على المتر المسطح، والسوبر امبوزد لود اللي هي 3.5، وهنا اللاي لود اللي هو ده برابيت، يبقى ايه 10 قصدي 4.5 كيلو نيوتن على المتر الطولي. نيجي بقى على نشوف الويند، هنلاقي ان البيسك ويند سبيد هنا ال V50 بتساوي 90 ميل بالاور اكسبوجر سي، وعندي ريسك كاتيجوري 2، يبقى الاي والاي يبقى الاي افكتيف بواحد طبقا للجدول 1-5-2. يبقى ال V5 شوت بي ادجاستد تو V700 as per SAC 10-7-10 to be compatible with the basis of assessment of employed in the code اللي هو SAC 10. حسبناها من المعادلة اللي احنا حفظناها خلاص، طلع لي ان ال V70 بتساوي 114 ميل بالاور اللي هي بتساوي 51 متر على الثانية. نيجي بقى عشان نحسب الويند لود، بنحسب حاجة اسمها الجاست فاكتور زي ما حسبناها المرة اللي فاتت. طيب احنا دلوقتي ما لسه ما عملناش موديل، فبالتالي لازم اعرف هل الجاست، هل المبنى فليكسيبل ولا ريجيد. فبالتالي بحسب التي بين المعادلة بتاعت الكود اللي هي التي اي او تي زي كود مكاتب يعني، هنلاقي السي تي في الاتش ان اس اكس. فبالتالي طبقا للتيبل 12.8.1 12.8.2 يبقى السي تي بتساوي 0.0488، والفينش والاكس 0.75، وتبقى هنا التي حسبناها تطلع 1.5 سكند بالظبط. يبقى المبنى هنا اكبر من 1، يبقى هنا المبنى ده فليكسيبل. يبقى احنا يبقى خلاص عرفناه. هنيجي نحسب بقى الايه الجاست فاكتور. من ضمن حسابات الجاست فاكتور لازم احسب الايه الناتشر فريكوانسي اللي هو مقلوب التي 1 على تي، يبقى 1.5 تساوي 0.777. طيب الدامبنج ريشيو طبقا للاي سي سي 17 سيكشن سي 26.9 بيقول لها بتساوي 0.015 بالنسبه للكونكريت بيلدينج. والويند لود كالكوليشن طبعا بيتحسب من الجراوند. طيب ده شيت اكسل اللي كنت انا عامله عشان احسب الجاست فاكتور. زي ما احنا شايفين بتدخل ابعاد المبنى وارتفاع طول وعرض وارتفاع، وبتدخل له الدامبنج ريشيو، وبتدخل له الفيلوسيتي، وبتدخل له النشر فريكونسي، وهو بيحسب لي ايه في الاخر الجاست فاكتور اللي هي طالعه هنا 0.878. ده في اتجاه الاكس، وده في اتجاه الواي. طبعا لما ادرس في اتجاه هنا مثلا الاكس في اتجاه الواي كده، يبقى دي البي بتاعتنا. لو ما ادرس ماشي هنا العكس والعكس، هنا دي لما ادرس ده لما اكون الاكس يبقى دي الايه ده البي وده ال. طيب نيجي على السايزميك ديزاين او السايزميك لود. بقول لك اول حاجه لازم نحدد السايزميك ديزاين ديزاين كاتيجوري. هنلاقي الاس اس بتساوي 0.44 جي، يعني اكبر من 0.14 جي 0.15 جي، يعني الاس اس اكبر من الاس 1 اكبر من 0.0 او الاس والاس 1 طلع 0.0947، يعني اكبر من 0.004 جي. يبقى هنا معنى كده المبنى ده مش سيزميك ديزاين كاتيجوري ايه. حسبنا نيجي بقى بنعمل موديفاي الاس اس والاس 1 عشان السويل كلاسيفيكيشن او السايت كلاس. هنلاقي جبنا الاف اي والاف في من التيبلز 11.41 و11.42، يبقى طلعت لهنا الاف اي 1.46 وهنا 2.4 مضروبه في 0.424 وهنا مضروبه 0.094،
فبالتالي ال اس ام اس طلعت 62% وال اس 1 طلعت 0.225. طيب مجرد احنا معرفنا الاس ام والاس ام 1 بقى احسب الايه الاس دي اس طبقا لمعادله الكود اللي هي 11 4 3 او التيبل يعني سوري المعادله، هنلاقي الاس دي اس اللي هي عباره عن التلتين الاس ام اس والاس دي 1 التلتين اس ام 1، فبالتالي حسبناها تطلع ان الاس اس او الاس دي اس بتساوي 0.415 وهنا الاس دي 1 بتساوي 0.15. طبعا ديت اهي بالظبط احنا حسبنا هنا دخلنا على الجدول اللي هو 14 11 1 و14 11 2 ومع السايد كلاس دي قدرنا نحدد قيمه الاف اي وقيمه الاف في. طيب هنيجي نشوف بقى ايه بعد ما حسبنا الاس دي اس وبعد ما حسبنا السيزميك ديزاين كاتيجوري، هنبدا نشوف الايه ايه هي اس دي سي السيزميك ديزاين كاتيجوري. هنلاقي هنا طبقا للجدول 11 6 1 هي اكبر من اصغر من 0.05 واكبر من 0.33، فبالتالي بقت هنا سي وهنا اس دي اس 0.413 وهنا برضو بالنسبه اس دي 1، فبالتالي هتساوي دي القيم دي اللي طلعت، وبالتالي اصبح المبنى عندي سيزميك ديزاين كاتيجوري سي. طيب انا عندي عملت مبنى سيزميك ديزاين كاتيجوري سي، ايه هي الريكويرمنت المطلوبه في السيزميك ديزاين كاتيجوري سي؟ اول حاجه البرميتد اناليسز طبعا طبقا للجدول زي ما احنا شايفين 12 6 1 هي ممكن طبعا عندنا سيزم كاتيجوري سي فالايكوفالنت لاترال فورس مسموحه، بس احنا برضو هنعمل في الاكزامبل ده المومنت او المودال ريسبونس سبيكترم. طيب بالنسبه للسيجنال افكت بيقول لك خلاص طالما دخلت في مرحله سي في الكاتيجوري سي يبقى انا بتاخد 30 بتاخد الاكس زائد 30% والواي او الواي زائد 30% في الاكس نتيجه السيجنال افكت. دي في حاله لو انا بستخدم الايكوفالنت لاترال فورس، لو انا بشتغل الدايناميك يبقى انا باخد السكوير روت لما لايه للسم اوف ذا سكوير اس ار اس اس اللي هي يعني بناخد كومباينيشن بنقول ايه بناخد بنخش على دايناميك نقول اكس سكوير زائد واي سكوير يعني تحت الجذر. طيب نيجي بقى بالنسبه للفيرتيكال كومبوننت، خلاص طالما الاس دي اس اللي هي طلعت بتساوي 0.413 يعني اكبر من 0.125 خلاص يبقى احنا بناخد الفيرتيكال كومبوننت معانا في الحسابات. عندي بالنسبه للسيزميك فورس ريزيستنج سيستم طبعا احنا عندنا زي شايفين المبنى كله حوائط حتى الاعمده هي حوائط، فبالتالي السيستم عندي اصبح بيرنج وول سيستم واوردينري رينفورسنج كونكريت لان هنا عندي سيزميك ديزاين كاتيجوري سي نوت ليميتد بالنسبه للارتفاع فيها، فهناخد اللي هي الاوردينري، وطالما خدنا الاوردينري يبقى ايه التفاصيل بتاعتها لا تتبع الشابتر 18 بتاع الزلازل. طيب عندنا بعد كده التورشن ريجولاريتي، هي هنا سوري بس هنا في غلطه هي دي ده هنشيلها، هي تو بي امبليفايد يعني التورشن هنا تو بي امبليفايد ماشي عن طريق الام تي الام تي اي عند السنتر بتاع او عند ايه اللي عند كل دور، يعني بنحسب التورشن امبليفيكيشن واللي هي دلتا اللي هي الاي اكس وبنحسبها والناتج بتاعها بنضربه في الاي الموجوده. طيب نيجي نشوف هنا الاوفر سترينث فاكتور اللي هي الاوميجا بتاعتنا، ودي طبعا بنستخدمها لي لو كان في اعمده مزروعه او اعمده واقفه او اعمده مكمله. عندنا الاكستريم ويك ستوري ريجولاريتي وده لو موجود يبقى بنضرب في اوميجا، مش موجود خلاص ما نضربش في الاوميجا. عندي الستوري دريفت دي بتحسب ما بتحسب ما بنحسبهاش عند السنتر بتاع الماس زي ما كان في البي بنسحبه عند ال بنحسبه عند الايدج بتاع المبنى كده. يبقى احنا تقريبا خلصنا الحلقه الاولى من ما الحلقه الاولى من تصميم مبنى 25 دور اللي هي الحلقه رقم 4 في الادفانسد. ان شاء الله لو في اي ملحوظه ابعتولي وانا ان شاء